الكرام هنا في هذه الليلة اللي الباردة جدا كما تشاهدون. مباراة تلعب تقريبا في ظل تساقط كثيف للثلوج، الشيء الذي من الممكن جدا أن يؤثر على مردود الفريقين في مباراة اليوم. شيء مهم جدا مع بداية هذا اللقاء نتكلم عنه، المجهود الكبير اللي قاموا به أصحاب الأرض وأيضا مسؤولي الملعب من أجل إقامة هذه المباراة رغم ظروف المباراة الصعبة وأجوائها القاسية. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. والآن مع انطلاقة المباراة يلوفيو، فرصة هجوم معاكس بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الآن إمكانية المرتدة، مرت الكرة بشكل جميل. يرميلينكو، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يسيطر على الكرة مع كرة خطيرة وفرصة تسديدة في اتجاه المرمى. مجهود فردي غير عادي جميل منه في هذه اللقطة، انطلاقة جميلة بالكرة لكن في النهاية التسديدة لم تكن بنفس روعة الانطلاقة. يلعبها لمنطقة الخطر، كرة طويلة للأمام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تلعب الكرة إلى الأمام، دي لوفيو، متابعة الكرة المرتدة وينجح في تسجيل الهدف. الراية مرفوعة والهدف يلغى. كرة طولية إلى الأمام، كرة على الجانب. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة،
ركلت بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. كرة إلى الأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة بطاقة صفراء مستحقة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. دي لوفيو، هدف عالمي، فينيشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. توضح هذه اللعبة مدى براعته. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب عرضية داخل 18، كرة طولية إلى الأمام. فيليبي أندرسون، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. فيليبي أندرسون، الكرة ملعوبة من مسافة بحاجة إلى تركيز عالي جدا لكي ينجح في اختراق مثل هذا التنظيم للخصم. كرة بعيدة حائرة لا يستفيد منها أي فريق. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، وكرة في اتجاه المرمى، جول. أظن أن المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رأيكم؟ تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. هدفين مقابل لا شيء. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تلعب الكرة إلى الأمام وينجح في استعادة الكرة سريعا. يرميلينكو، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تغيير لاعب على الأجنب. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، ربما ليس في هذه المرة. كرة طولية إلى الأمام وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء.
ويست هام فعل كل شيء في كرة القدم، لكنه لم يكن محظوظ. ابحثوا عن الحظ في كل مكان، في المرات القادمة حاولوا أن تكونوا محظوظين، ابحثوا عن الحظ، عن التوفيق، أو ابذلوا جهدا أكبر من أجل الحصول على الفوز. خيبة أمل ولكنه درس مستفاد اليوم. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. شكرا على حسن المتابعة والاستماع مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي محدثكم فهد العتيبي، شكرا على المتابعة ونلتقيكم في مباريات قادمة.